السلام عليكم. المهم هذا هو سناب شات ديالي، ما تنساوش الديفون اللي راه كندير فيه كاع اليوميات ديالي. واصافي باري، السلام عليكم وجبنا لكم فيديو جديد. المهم قبل ما نبداو الفيديو غادي نوريكم شي واحد اللعيبات تقديتهم من موقع ديال جير بيست، ولي اول مره كنتعامل مع هذا الموقع هذا اللي الصراحه موقع زوين. هو ما عطاونيش بزاف ولكن عطاوني شويه. المهم فهمتيني، ارى لي دوك داكشي لا تي هما كاينين عندنا هنا. لا خريكش هاد السيبوره هادي تقديتها من موقع ديال جير بيست، غادي تحاول تحت في اللينك ديال الديسكريبشن. وهاد الانتي بوب هادي هي اللي كتخلي انك تفلتري الصوت ديالك، يعني ما يبقاش تسمع ديك كيولي الصوت مفلتري مزيان. وبما ان ديجا عندي ميكرو، الميكرو هذا شكرا. نايس. هاد الميكرو هذا بستيل اخر، اللعيبه ديالو بحالها، المهم بحال حتى الديزاين ديالو شو كيدير. صافي يا صاحبي صافي، خدمتي ساليتي، يلا نديرو التشالنج. هادشي اللي كاين نمشيو نيشان التشالنج. خليني بعدا غنبريزونتيكم بعدا. لا بغينا حنا غنيين على التعريف ما قلتش. نشرح لكم تشالنج دغيا، غنديروا من اكثر واحد. عندنا ثلاث ورق، اسامه رياض سفيان، غيسولونا اسئله وخصنا نزول فينا هما الاسئله. مين اكثر واحد فيكم مكروه؟ مكروه اللي عنده الهيجات بزاف. دابا الا قلت لكم انا سفيان، ولا قلت لكم رياض مكروه، ولا قلت لكم انا مكروه، يعني غادي نكون غير كنافق راسي. واش مكروه ولا سنه مؤكده؟ مين اكثر واحد فيكم مشهور؟ لا ما تكذبش على راسك، دير لي عند اللي شكون اكثر واحد فيكم وكال؟ الشعب يريد. وباي باي يا كاريان، مرحبا بترومات. انا حقاش ممكن نضرب ثلاثة طاقة صدقة ما عنديش الاشكال، ولكن ما باينش فيا. حيت انا اكثر واحد كيطيح في المواقف المحرجة. عرفت ماما كاين مع الشمع بزاف. ما عرفتش انا نقدر ندير نديركم بجوج. علاش راك طايح موقع مهرج؟ علاش؟ مين اكثر واحد فيكم بوغوس؟ هو الزين ماشي بقات في الزين، بقات في الاخلاق. مين اكثر واحد فيكم غبي؟ زعما انا غبي، انا بايدو هو وانت تقول لي انا غبي. شكون اكثر واحد فيكم نعاس؟ مزيان مزيان. شوف عطيني شوف، كل واحد يعترف براسو. مين اكثر واحد فيكم فيه العياقه؟ انا مثلا حشمه فيهم العياقه الصراحه. اذا انا ما تنقول حتى شي واحد فيه العياقه. انا حتى شي واحد ما فيه العياقه. انا حتى شي واحد ما فيه العياقه. هذا اللي سول هذا السؤال، انت فيك العياقه. ايوا بقاو بالي شارج عليك وين تسوي. شكون اكثر واحد فيكم بكاي؟ بلاتي بكاي زعما كيبقى ينقول بزاف. لا بكاي هو هذا هو اللي بكاي اخوتي. صافي وما راه هذا بكاي. شكون هو الصراحه؟ في بعض الاوقات يعني كدوز اوقات حرجه، يعني كتخليك انك تتالم، تمر بواحد الفترات عصيبه اللي كتخليك انك تبكي. هو ماشي تبكي، يعني تبكي داخليا، يعني هاد الهضره كنقولها من القلب. يعني الفيديو يكون سهل ونتمنى يكون عجبكم ويكون عجبكم سفيان في كيكي ورضا، وكونوا ضحكنا. اني غير عندك شي؟ لا سير خويا سير الله يسامحك. شحال وصلوا من هاد الفيديو من لايك؟ سي وصل 5000. لا 10000 لايك. ندير لكم حل الوسط 7.5، يعني كاين المعدل. سلام اخوتي.